السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله هنشرح الجزء الثاني من يونت 5 او الوحدة الخامسة الترم الثاني منهج كونكت. طبعا ده منهج KG1، وعنوان يونت 5 زي ما احنا عرفنا قبل كده ماي فود. ماي فود يعني طعامي. كنا المره اللي فاتت انهينا شرح بيج 12 او صفحه 12، والنهارده ان شاء الله هنكمل من اول بيج 13 او صفحه 13 حتى نهايه الوحده. وزي ما احنا عارفين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ملاحظاتنا ونكتب فيه الكلمات الجديدة. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وزي ما احنا شايفين قدامنا دي page 13 او صفحة 13، وعنوانها a day out. a day out يعني يوم بالخارج. بيزي بي بتقول لنا look انظر listen استمع and number وضع الرقم الصحيح. وهنا المطلوب التاني مننا في البيج دي choose اختار draw and say ارسم وقول. فأول حاجة هنا عندنا صورة فيها أصحابنا، وموجود مجموعة أطباق فيها بعض الطعام أو some food. أول طبق فيه some nuts. لو عدينا عدد النتس أو عدد المكسرات أو البندق الموجودة في الطبق هنلاقيهم 1 2 3 4 5 6. في عندنا 6 بندقات أو 6 nuts. فهنكتب هنا في السيركل الصغيرة اللي جنبهم هنا number 6. في طبق تاني موجود فيه strawberries او بعض الفراولة. في هنعدهم ونشوف 1 2 3، يبقى هنكتب هنا 3. في عندنا في الطبق التالت some eggs بعض البيضات، عندنا 1 2 3، يبقى هنكتب هنا 3. في عندنا هنا oranges او برتقالات، 1 2 3 4، يبقى هنكتب هنا 4. واخر حاجة الديت او البلح الديتس. في عندنا 1 البلح او الديتس. في عندنا 1 2 3 4 5 6 7، يبقى هنكتب هنا 7 ديتس او 7 بلحات. وده المطلوب الاول. احنا نظرنا وسمعنا اسماء الفودز او الطعام، وبعدين حطينا الارقام اللي هي خاصة بعدد كل واحدة. المطلوب التاني اللي هو choose اختار draw and say. المفروض انت هتختار حاجة من الخمس حاجات دي اللي هي النتس او البندق، الايجز او البيض، الاورنجز او البرتقال، الديتس او البلح، والابلز او التفاح. هتختار حاجة منهم وهترسمها وانت بتقول اسمها. وبكده نكون انهينا بيج 13، ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج 14 او صفحة 14، وعنوانها let's say thank you. let's say دعنا نقول thank you شكرا لك. thank you شكرا لك. طبعا هنا اصحابنا موجودين في الصور كل واحد ماسك طبق فيه فاكهة معينة. هنا strawberries او فراولة، apples او تفاح، grapes او عنب. ففي ثلاث انواع من الفاكهة. وبيزي بي بتقول لنا look and say. look يعني انظر، and say وقول. هنا طبعا strawberries فراولة، apples تفاح، grapes يعني عنب. وهنا بيقول لك let's say thank you. let's say thank you يعني خلينا نقول thank you، فكلنا نقول thank you يعني شكرا لك. نتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 15 او صفحة 15، وعنوانها healthy food. healthy يعني صحي. healthy يعني صحي. لو شلنا الواي دي هتبقى healthy يعني صحة. food يعني طعام زي ما احنا عرفنا قبل كده. هنا بيقول لنا ايه هو الطعام الصحي في الصور دي، ده باختصار. وبيزي بي بتقول لنا look and follow. follow يعني اتبع. look يعني انظر،
and و follow follow يعني اتبع. هنتبع الخطوط اللي موجودة ما بين السبونز دي او المعالق دي والبليتس دي او الاطباق دي. وهنشوف ايه اللون الاخضر بيدل على الهيلثي فود او الطعام الصحي، واللون الاحمر اللي بيدل على unhealthy food او الطعام الغير صحي. فعندنا في اول بليت او اول طبق نوع من انواع الجيلي اللي مليان سكر ومليان الوان، فعلشان كده الخط الواصل ليه لونه احمر. في تاني الطبق مجموعة من الفروتس او الفواكه، وعشان كده هتلاقي اللاين اللي واصل ليه لونه اخضر. في تالت بليت في مجموعة من الفيجيتابلز، الفيجيتابلز او الخضروات، علشان كده اللاين اللي واصل ليه لونه اخضر. في عندنا في الصورة الرابعة كيك او التورتة، والكيك او التورتة طبعا هي unhealthy food او طعام غير صحي، فعشان كده هتلاقي اللاين اللي واصل لها لونه ريد او احمر. وفي عندنا في الصورة الخامسة فيش او سمكة، علشان السمكة او الفيش طعام صحي، فهتلاقي اللاين اللي وصل لها لونه اخضر او جرين. واخر صورة فيها ايس كريم في كاس، والايس كريم طبعا unhealthy food او طعام غير صحي، فعلشان كده هتلاقي اللاين اللي وصل لها لاين ريد لاين، هتلاقيه ريد لاين او لونه احمر لان الطعام ده طعام غير صحي. فهننظر على السبونز اللي موجودة في الصورة. اول سبون موجود عليها وش بيضحك او سمايل فيس، وده بيدل ان هي رايحة لطعام صحي. فهنمشي وراها وهنلاقيها وصلت للطبق اللي فيه الفروتس او الفاكهة. السبون التانية او المعلقة التانية موجود عليها سمايل فيس او وجه بيضحك، فهي نمشي وراء اللاين بتاعها اللي هو الجرين لاين ده، هنلاقيه وصل للفش، فهنعرف ان هو بيدل على طعام صحي. السبون التالتة او المعلقة التالتة موجود عليها ساد فيس او وجه حزين، ولو مشينا وراها هنلاقيها وصلتنا للطبق اللي فيه الجيلي والسكر والالوان الصناعية، فعلشان كده ده مش healthy food او مش طعام صحي، فعلشان كده الخط لونه ريد او احمر. السبون الرابعة او المعلقة الرابعة موجود عليها ساد فيس، ساد فيس يعني وجه حزين، والريد لاين اللي طالع منها هيوصلنا للكيك، فالكيك طعام مش صحي او unhealthy food، علشان كده الفيس ساد فيس، علشان كده اللاين لونه احمر. والسبون الخامسة عليها ساد فيس برضو، واللاين اللي طالع منها لونه احمر او ريد لاين، وبيوصلنا للايس كريم، والايس كريم مش هيلثي فود، فعلشان كده اللاين اللي وصل لها هو ريد لاين او خط احمر. واخر سبون او اخر معلقة عليها سمايل فيس او وجه بيضحك، ولو تتبعناها وعملنا فولو لللاين او الجرين لاين اللي طالع منها هيوصلنا للطبق اللي فيه الفيجيتابلز او الخضروات، وطبعا هي طعام صحي او healthy food، فعلشان كده اللاين اللي وصل لها هو green line. وبكده احنا عرفنا نميز بين healthy food والunhealthy food او الطعام الصحي والطعام الغير صحي. وانهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 16 او صفحة 16، وعنوانها I like، انا احب. I like يعني انا احب. strawberries يعني الفراولة. وبيزي بي هنا بتقول لنا listen and point، listen يعني استمع، and point وأشر. وطبعا هو البنوتة دي بتقول I like strawberries، أنا بحب الفراولة، عشان كده هي بتاخد منها. ممكن حد تاني يقول I like eggs، أنا بحب البيض. ممكن حد تالت يقول I like apples، I like apples يعني أنا بحب التفاح. ممكن حد تاني يقول I like dates، أنا بحب البلح، I like dates. ممكن حد تاني يقول I like oranges، oranges يعني برتقال، أنا بحب البرتقال. ممكن حد تاني يقول I like nuts، I like nuts أنا بحب المكسرات أو بحب البندق. وكده إحنا استمعنا وأشرنا وعرفنا الكلمات الصحيحة الخاصة بالبيج دي، ونتنقل البيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 17 او صفحة 17،
وعنوانها I like strawberries. I like strawberries يعني أنا بحب الفراولة. والمطلوب مننا هنا listen and match، استمع ووصل، match يعني وصل، ومطلوب مننا كمان say يعني نقول. فأنا هقول الجملة وانتوا هتقولوها ورايا واحنا بنوصل الصور ببعضها. المفروض صديقنا ده بيقول I like strawberries. I like strawberries يعني أنا بحب الفراولة. وصديقنا التاني بيقول له me too، وأنا كمان. ده واحد صاحبه تاني فبيقول أنا بحب الفراولة أنا كمان. فهو هنا بيقول I like strawberries، قولوا ورايا I like strawberries، أنا بحب الفراولة. وهو بيقول me too. me too يعني أنا أيضا. هنا صديقتنا بتقول أنا I like eggs. I like eggs يبقى هنوصلها بأنهي صورة؟ شاطرين، هنوصلها بالصورة دي لأن هي كمان بتحب الإجز أو البيض، وهي بتقول me too وأنا أيضا. me too وأنا أيضا. هنا صديقتنا دي بتقول I like oranges. I like oranges يعني أنا بحب البرتقال. فصديقتنا التانية بتقول لها me too أنا أيضا. فهنا هنوصل الصورة دي بالصورة دي، واحنا بنقول I like oranges. نتخيل حد بيقول لنا me too وأنا أيضا. الصورة الرابعة صديقنا ده بيقول I like nuts. I like nuts يعني أنا بحب المكسرات أو بحب البندق. فصديقنا ده بيقول له me too وأنا أيضا. فهنوصل الصورة دي بالصورة دي. اوكي، نكون انهينا بيج 17 ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج 18 او صفحة 18 وعنوانها A healthy food plate. plate يعني طبق. healthy food زي ما احنا عرفنا قبل كده معناها طعام صحي. healthy صحي، food طعام. فهنا بيقولك ازاي نعمل make a healthy food plate، ازاي نعمل طبق من الطعام الصحي. look and say، انظر وقل. فاول حاجة هنا بيعلمك ازاي تعمل healthy food plate او طبق طعام صحي. بيوريك اول حاجة ان انت بتجيب الطبق، تاني حاجة بتجيب المكونات الصحية بتاعت الطبق سواء كانت فاكهة او خضروات، بتحطها في الطبق، بترصها هنا في الصورة التالتة بشكل معين. كل واحد بيحط الحاجات اللي بيحبها، المهم ان هي كمان تكون healthy وجميلة ومفيدة. ورابع حاجة بتبقى قدامك وتبقى كونت الطبق شكله جميل ده وممكن تاكل منه. هنا look and say، انظر وقول. المفروض احنا هنا شايفين قدامنا طبق فيه ايه يا اصحابي؟ فيه strawberries يعني فراولة، oranges oranges يعني برتقال، bananas bananas يعني موز، apple apple يعني تفاح، dates dates يعني بلح. اوكي، نكون انهينا البيج دي ونتنقل البيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج 19 او صفحة 19 وعنوانها show and tell. show يعني اعرض، and tell واخبر. حتى المفروض هنا هو بيقولك وانت واصحابك في الكلاس او في الكلاس روم بتوضح لهم ازاي عملت healthy plate او healthy food plate او طبق طعام صحي. وبيبقى قدامكم مجموعة من الأطباق فيها الهيلثي فود أو الأطعمة الصحية. كل واحد بيوري التاني هو عمل إزاي طبق من الطعام الصحي الجميل اللي فيه فاكهة أو خضروات هو بيحبها وفي نفس الوقت هي صحية. فهنا بيزي بي بتقولك شو يعني اعرض، and tell وإخبر أو وقول يعني لأصحابك. فشو and tell يعني اعرض وإخبر. اوكي، نكون انهينا البيج دي ونتنقل البيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج 20 او صفحة 20 وعنوانها play time، وقت اللعب. play يعني يلعب، time يعني وقت، play time يعني وقت اللعب. وبيزي بي بتقول لنا هنا look انظر and draw وارسم، بعد كده smile face or sad face. وهترسم smile face جنب الطعام الصحي، or sad face وجه حزين جنب الطعام الغير صحي. فأول صورة موجود فيها طبق فيه fruits فواكه، والمفروض ان الصورة دي طعام صحي ولا طعام غير صحي؟ شاطرين، ده healthy food او طعام صحي، فهنرسم هنا smile face. طب الصورة التانية فيها كيك، فيها كيك، والكيك احنا عرفنا قبل كده هو healthy food ولا unhealthy food؟
شاطرين الكيك unhealthy food او طعام غير صحي، فهنحط هنا sad face، هنرسم هنا وجه حزين. طب الصورة التالتة فيها vegetables او خضروات، فالمفروض ان الخضروات او vegetables healthy food ولا not healthy food؟ شاطرين ال vegetables healthy food او طعام صحي، فهنرسم هنا smile face او وجه بيضحك. والصورة الرابعة موجود فيها ice cream طبعا احنا عرفنا ان هو healthy ولا not healthy food. شاطرين ال ice cream not healthy food، فهنرسم هنا sad face او وجه حزين. الصورة الخامسة فيها fish، الفيش طعام صحي ولا طعام غير صحي؟ شاطرين الفيش طعام صحي، فهنرسم هنا سمايل فيس. الجيلي اللي فيه سكر والوان والوان صناعية وحاجات كده، ده هيلثي فود ولا نوت هيلثي فود؟ شاطرين ده نوت هيلثي فود او طعام غير صحي، فهنرسم هنا ساد فيس او وجه حزين. الابل او التفاحة healthy food ولا not healthy food؟ شاطرين الابل healthy food او طعام صحي، فهنرسم هنا smile face. واخر حاجة الاج healthy food ولا not healthy food؟ شاطرين الاج healthy food او طعام صحي، فهنرسم هنا smile face. وبكده نكون انهينا البيج دي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج 21 أو صفحة 21، وعنوانها look انظر and circle وضع دائرة حول the wood one out، الحاجة المختلفة برة. فعندنا هنا أربع مجموعات من الصور، كل مجموعة فيها حاجات معينة، فيهم حاجة غريبة عن المجموعة، صورة غريبة عن المجموعة دي اسمها wood، يعني غريب أو مختلف أو شاذ عن المجموعة، فاحنا هنعمل حواليها circle. فأول مجموعة فيها ستروبيري فراولاية، عندنا فيها برتقالة، وعندنا فيها بيضة، وعندنا فيها موزة. الأربع صور دول إيه المختلف فيهم عن المجموعة كلها؟ شاطرين الإج أو البيضة، لأنها مش فاكهة، الباقيين كلهم فاكهة، فنعمل هنا حواليها سيركل. طب المجموعة التانية فيها سبون أو معلقة أو فورك أو شوكة أو نايف أو سكينة أو فلاور أو وردة. طب ايه المختلف عن بقية المجموعة هنا يا اصحابي؟ شاطرين الفلاور او الوردة، هنعمل حواليها سيركل لان الباقيين كلهم ادوات مائدة او ادوات بناكل بيها، والفلاور لا، فهنعمل حواليها سيركل. تالت مجموعة من الصور فيها كوباية من الحليب، وفي هنا معلقة، وفي هنا زجاجة مية، وفي هنا مجموعة كوبايات من العصير. ايه المختلف فيهم يا اصحابي؟ شاطرين المعلقة او السبون، لان الباقيين كلهم مشروبات بتتشرب، فهنعمل هنا سيركل حوالين السبون. رابع مجموعة هنا فيها موزة وفراولة وعنب وتفاحة، ايه المختلف فيهم عن الباقيين؟ شاطرين التلاتة دول لونهم احمر زي بعض، الابل والجرابس والستروبيري، لكن البنانة لونها يلو او اصفر، فنعمل حواليها سيركل لانها المختلفة عن المجموعة. وبكده نكون انهينا البيج دي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج 22 او صفحة 22، وعنوانها play time او وقت اللعب. بيزي بي بتقول لنا هنا find اوجد the difference، the difference الاختلاف، difference يعني اختلاف. فهنا المفروض في two tables او ترابيزتين، كل table عليها مجموعة حاجات، احنا عايزين نوجد الاختلافات بين الصورتين دول. فصديقنا هنا بيقول اول حاجة التيبل دي عليها three strawberries، three strawberries يعني ثلاث فراوليات، لكن التانية عليها اربعة، هنا دي بتقول عليها four strawberries، فهنا المفروض في اختلاف، ده اول اختلاف. تاني اختلاف ايه يا اصحابي ممكن تكونوا شايفينه؟ طبعا الديتس، في هنا 4 ديتس او 4 بلحات، هنا في 1 ديت. تالت اختلاف هو ايه يا اصحابي؟ هنا الابلز، هنا 2 ابلز، هنا 5 ابلز. خامس اختلاف ايه يا اصحابي؟ الايجز،
هنا في 5 eggs 1 2 3 4 5 هنا في 2 eggs. سادس اختلاف هو ايه اصحابي؟ هنا في يوغرت او زبادي، في هنا زبادي، في هنا مفيش زبادي بس في هنا اورنجز او برتقال. وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لاخر بيج في يونت 5 او الوحده الخامسه. وقبل ما نشرح الجزء ده احب افكركم ان صفحات يونت 5 موجوده على المجموعه بتاعتنا وعلى الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك، ولو حبيتوا ترجعوا لها مره تانية هتلاقوا اللينك بتاعها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وعنوان بيج 23 او صفحه 23 لوك يعني انظر، تريس وتتبع بقلمك الرصاص اند كولر ولون. فانت هتنظر هتلاقي فيه هنا مجموعه صور انت هتلونها، ستروبيريز مثلا هنا هنلونها. وهنعمل ايه؟ وهنعمل تريس، هنعمل تريس بالقلم الرصاص على نمبر 3 ده او رقم 3 ده، فنمشي عليه بقلمنا الرصاص وهنلون الصور دي. في هنا نمبر 4 هنمشي عليه بقلمنا الرصاص او هنعمل عليه تريس وهنلون الديتس دي او البلحات دي. في عندنا هنا نمبر 5 او رقم 5 هنمشي عليه بقلمنا الرصاص وهنعمل عليه تريس وهنلون الاورنجز دي او البرتقالات دي. وبكده نكون انهينا البيج دي وانهينا معاها شرح يونت 5. لو استفدتوا من الفيديو وعجبكم اعملوا لايك، والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك حتى لو عن طريق الفيسبوك او الواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد وممكن تفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.